أول دولة قررنا نحضرها وأول مرة نطلع المستودع. هذا المستودع. والله تعبانين ظهر فيكم. تعبانين بس مبسوطين والله. صراحة انبسطنا لما شغلوا الميوزك ونزلنا الأكل على الوقت. شفت الشيف بوبي وهو داخل الدخلة بتاعته على الكاتوك كان عامل إزاي؟ لا سيبك أنت. أيمن أيمن. الشيف أيمن وهو داخل بالشابوه. اتمنيت إن أنا أكون مكانه عشان الدخلة دي. شيف أيمن، بعد ما شاركتنا تذوق كنبتي زملائك في عرض الأزياء، صار وقت تدينا رأيك الأخير على أول طاولة قرار في ده الموسم.